حلو في بس عندنا على مشاهد فكرة. لعمها او نشوف حتى اللقاء. طبعا اللقاء ده هو بيجذب فيه قبل اعترافات النيابه بعد كده، لانه اللقاء ده كان في وقت مبكر في يوم اللي هي ذهبت الام والعم الى قسم الشرطه، لكن هو بعد ذلك اعترف امام النيابه. هتلاقوه بيوجه الاتهامات للام في هذا اللقاء. تعمل طفله؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لي الواقع كده. اللي حصل ان امها جت رمت تاني في الشارع هي وطفله تاني عندها 4 شهور، وقالت له اخد مش عايزها، وسابته ورميته جنب المكتبه اللي انا كنت شغال فيها ومشي، والناس جري وراها في الشارع وبقى له قدامي جري وراها ما لحقهاش. بعد كده خدتهم ورحت بيهم على الجيب مع الناس، وهنا عملت محضر اثبات حالة ابني. وبعد كده رحت وديتهم لجدهم، خد البنت الصغيره وجاي وجه معايا رجل المرمى عشان يسلموا لها. جوز اختها راح جاي لما عندنا الشارع كله كان هيضربوه. وانا برضه رجعت من واحد كان في الدورية بالليل، هما اللي حشرونا من البيت. وجينا على عيني على الاسم انا وابويا، انا وابويا خد البنت الصغيره وانا خدت ولادي. هي كانت رافضه تربيه الاطفال يعني، عشان كده انت عملت لها محضر ازاي حل؟ هي جت رمتهم لي في الشارع حضرتك، ما قالتش اي حاجه غير كده. جت قلت له كل العيال، قلت لها لا ما عنديش حد يربيهم، راحت رميهم لي في الشارع. طيب بعد كده عاشوا مع مين؟ قعدوا معايا. وبعد كده رحت وديت يعني رحت لابويا وجبت ابويا وجينا عند بيت امها عشان يسلموا لها. جوز اختها راح لما عندنا الشارع كله كان هيضربوها. كانوا عايشين عندك يعني؟ اه. انت عندك ولد؟ انا عندي ابن عمي 7 شهور. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي كسر ايد البنت؟ ورجليها؟ لا هي رجليها بس اللي كسرت. مين اللي كسر رجليها؟ مراتي وهي بتغير لها وقعت منها كسر. غصب عنها يعني؟ اه. وبعدين؟ ورحت يعني مراتي وانا رايح بالبنت المستشفى اتصلت بأهلها قلت لهم تعالوا خدوا بنتكم مش عايزة. وخدت البنت رحت غيرت رحت المستشفى اللي انا لبستها ورجعت لقيت مراتي مشي. سابت البيت ومشي؟ اه وخدت ابني معاها. رحت رايح مودي البنت لجدها وقلت له انا ما عنديش حد دلوقتي، انا بيتي اتخرب ما عنديش حد يهتم بيا ولا يرعاني. عمل ايه بقى؟ ابوك؟ سبتها لما جاني زعقت وعليت صوته والناس اتفرجت عليه خدها. خد البنت ما كانش عايز ياخدها؟ ما كانش راضي ياخدها بس لما جاني زعقت والناس اتفرجت عليه خدها. مين اللي رمى البنت في الشارع؟ هو ده. عرفت منين ان هو رماها؟ لانه كان قبليها يوم الخميس كان عندي. وكانت بنته بتسال واحد في الفرن بتقول له انت تعرف ايه؟ قال لها اه. قالت له ودي له البنت دي. قال لها لا ماليش دعوه. لا تعرف مين اللي رمى البنت؟ هو البنت كانت عنده هو. مين اللي رماها بقى؟ يعني اكيد هو وبنته اسمها شيماء. عشان بنته جت المكتبه وانا مش موجود. بنته دي اختك؟ اه. اختي بس مرات ابويا. كم الأسرة مكونة من كام أخ؟ هو حضرتك عنده مراته اللي معاه ديت عنده 5. 5؟ طب والطفلة التانية؟ مالك؟ الطفلة التانية لما اديتها له هنا في القسم، تاني يوم على طول اتصل بأمها راح خدتها منها. وفضلت مباينة عندي ديت بس مراتي مشيت ما بقاش عندي حد يهتم بيها. ما صعبتش عليك الطفلة ومراتك بتضربها أو بتخسرها تبيعها أو رجليها؟ والله العظيم ما كنت موجود. والله ما كنت موجود، انا كنت في شغل بره ورجعت لقيتها مكسوره. بس انت قلت ان هي اللي ضربتها وهي اللي كسرت لها رجليها. حضرتك يعني اكيد ان هي اللي يعني هي بتقول انا بغير لها. كانت بتعاملها ازاي؟ هي قدامي كانت بتعاملها كويس. لكن من ورا الله اعلم.